صباح الخير يا جماعة، ده مطار القاهرة الدولي، طبعا من أكبر المطارات الموجودة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ويعد يعني بمثابة مركز جوي مهم جدا من مراكز الحركة الجوية وحركات الطيران في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. وطبعا بيبقى فيه برضو يعني مكان للترانزيت، وبذلك هو بيربط ما بين الرحلات الجوية في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط. وهو للعلم يعني تم بناؤه سنة 1942، وبيحتوي على ثلاث مباني للركاب: مبنى رقم 1، مبنى رقم 2، مبنى رقم 3. وهو مساحته 40 مليون متر مربع، بيبعد عن القاهرة حوالي 22 كيلو يعني في شمال شرق القاهرة، ويعني في حوالي 60 شركة خطوط طيران بجانب الطيران العارض، بجانب 10 شركات للشحن الجوي. فطبعا هو مهم جدا لحركة الطيران والملاحة، يعد بمثابة البوابة الجوية لمصر وأفريقيا، ويعني تم تصنيفه أكثر من مرة على مستويات دولية وعالمية على أنه من أفضل المطارات اللي موجودة في المنطقة. مهم جدا طبعا لحركة السياحة، لا سيما لو السياحة يعني في درجات أو في حركة الذروة من السياحة. مطار القاهرة الدولي يعني المباني بتاعته بصالات الوصول وصالات المغادرة بيلعب دور مهم طبعا في يعني تدعيم وتنمية المنظومة السياحية في مصر. هو ان شاء الله هيكون مع المطار المزمع انشاؤه في العاصمة الادارية الجديدة، لا سيما بقية المطارات اكيد هيلعبوا دور كبير جدا في حركة الملاحة في مصر، وطبعا في خدمة يعني المنظومة السياحية في مصر. دي كده نبذة بسيطة عن مطار القاهرة الدولي، من اجمل واحسن المطارات واكثرهم يعني مهنية وحرفية، وللعلم باستمرار في حركة تطور، باستمرار في اضافات يعني في مقر وزارة الطيران المدني، وكمان من ضمن الخدمات الملحقة بالمطار او يعني اللي مع المطار بتساعد او بتنمي السياحة، ان هو محاط بمجموعة من الفنادق الفايف ستارز اللي على اعلى مستوى. هي طبعا الفنادق الفايف ستارز دي يعني هي بمثابة طاقة فندقية ايجابية طبعا للسياحة، وفي نفس الوقت بتخدم يعني اللي بيعملوا ترانزيت في المطار، والترانزيت ده بيطول شوية، فبكل سهولة ان هو بيجي بيعمل تشيك ان في مطار من المطارات الموجودة. حتى لو ساعات الترانزيت كبيرة شوية ممكن بيكون فيه او بيكون الفندق ده اللي قرب من المطار بمثابة يعني نقطة انطلاق، ان هو يعمل بعض الرحلات السياحية في القاهرة ويرجع تاني على فترة الترانزيت. فده برضو شيء ايجابي يعني يحسب لمن يقومون بالتخطيط يعني لمطار القاهرة وما حول مطار القاهرة. دي كده نبذة بسيطة مختصرة عن مطار القاهرة الدولي، وان شاء الله يعني نحاول ان احنا في مرات تانية نجمع عنه داتا ونحاول ان احنا نقولها كمان مرة. شكرا. نقلكوا الصبح يعني الوضع في مطار القاهرة، فاحب برضو ان انا اصور كده فيديو صغير عن الحركة في الليل، وبين انها ماشية بشكل كويس وبشكل مرضي الى حد كبير، وان شاء الله برضو تكون في ازدياد اكتر واكتر. الحركة حركة الطيران المغادرة والوصول شغالة بشكل كويس، المسافرين يعني العدد مطمئنة، وان شاء الله تكون في ازدياد اكتر واكتر. وده شاتل خدمة شاتل برضو ما بين المباني الصالات المختلفة عشان تنقل يعني المسافرين وتنقل يعني الموجودين في المكان ده. يعني شوفوا الاعداد جميلة وكتيرة جدا في مبنى الركاب هنا في صالة المغادرة، وان شاء الله تكون في ازدياد كبير بإذن الله. شكرا.